عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وبالف صحه وبالف عافيه. والله البنات الا ما عرفت ما نقدم، ما عرفت ما نوخر، ما عرفت ما نقول، ما عرفت حتى شي حاجه، لان المشاعر ديال خصكم بشره مخربقه، ما عارفه احاسيس، ما عرفت. جاوني بزاف ديال المساجات، عافاك اختي بشره خرجي، عافاك اختي بشره قولي لنا شنو واقع لا فامي ديالك، كيف كتشوفوا البنات الليل هذا؟ والله البنات الا مترضه باش ندير هذا الفيديو. حتى دابا انا كنصور ما عرفتش نحطه ولا ما عرفتش نحطه. المهم اول حاجه اختي كنقدم التعازي ديالي الحاره الناس الضحايا، العائلات اللي ماتوا ليهم، يعني ماتوا بزاف ديال الناس اخواتي، كاين بزاف ديال الضحايا في الزلزال، وكيف كتعرفوا يعني ما الناس ما في خبارهم، ما في علمهم، ما في شي حاجه، ما يعني انا بنات ما سقت الخبر حتى الصباح، والله العظيم الا حتى الصباح. هو الزلزال ضرب البارح بالليل البنات، ضرب البارح مع 11 ديال الليل. انايا نورمالمون البنات انا كنعش بكري، انا كنبقى سهرانه بحال هكا حتى كينعس الوليدات، هكا كتديري وتقادي دنيتك وكتجلسي ترونكيل. كنهز تليفوني كنبقى نجاوب على بزاف ديال الميساجات، كنشوف يعني شنو غادي ندير، شنو هادي، فهمتوا؟ يعني كنبقى مع دماغي بوحدي. البارح ولدي مريض، ولدي الصغير مريض، وتيبكي تيبكي وما بغيتوش يفيق وليداته، ويعني ما بغيتوش يفيق خوته. صافي قلت انا صافي، انا صافي غنمشي نعس باش يعني باش ندير باش ما يفيقش ليا ولادي الاخرين. صافي مشيت نعس البنات، والله ما عادي ما هضرت مع الوالده، كلشي على ما يرام. المهم الغد ليا في الصباح انا كنهز تليفوني بغيت نشوف شحال الساعه، ما عرف شحال كان ديك الساعه. المهم كنلقى راجلي براسل ليا اوديو، يعني سي بيزاغ، انا راجلي يعني مع راجلي، انا الناس كيبدا الخدمه بكري كيمشي للخدمه، يعني كيبدا مع الخمسه راجلي هنايا، يعني سي بيزاغ باش يخلي ليا اوديو. يعني ما كنقول يا ربي السلامه، كتخافي الطريق لا حضر السلامه. كنسمع الاوديو كيقول لي بشرى راه الزلزال ضرب في المغرب، ان فوا تفيقي عيطي سميتو. عرفتي البنات، اقسم لكم بالله القلب ديالي عرفتي راه خايبه البنات بحال هكاك، راه الله يسرح معاك كيسكت ليه القلب ديالو. انايا صافي نط بزاف عرفتي، صافي قفزت وصافي قفزت بالزربه، جيت هكا للصاله جلست، عرفتي ايديا كيترعدوا، بغيت صافي بغيت نعيط لامي بحال. دخلت على اختي باش نصوني عليها، كنلقى اختي راسله ليا التصاور، معنا كندير سيلونس التليفون ديالي عادي. سمعتي يبقاو يجوني لي ميساج على التليفون، ما سيناش غيبقى كل خطره تي تي تغيفيق ليا وليداتي، وسميتو ما عليناش. انا هي كان 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 كنلقى كنبرك على الاوديو اللي راسلي، وكتقول لي وانت يا ناس بشرى وما سيقاش شنو واقع لينا هنايا. نيري عرفتي ما كملش الاوديو، ديك الساعه صونيت عليها كتجاوبني، كنلقى وجهها صفر، عرفتي البنات صفر صفر صفر. كنقول هانيه هانيه شنو واش وقعتي حاجه شنو، يعني اللي مهم كتفكري غير يعني بنادم واش باقي مزيان واش هادي. صافي الحمد لله قالت لي، قلت ليها الوالده ديالي، قلت لها امي فين هي، قالت لي واه هي بحال بغات تبدا تعاود ليا. قلت لها ياك امي بخير، انت هي بخير، قالت لي وي. قطعت عليها، عيطت لعدوزتي. صافي تنصوني عليها، جاوبتني السيده مسكينه مريضه حتى هي، دوزتي مسكينه فيها السكر وفيها مجموعين فيها مسكينه كاع الامراض، مريضه ضرها القلب يا ربي السلامه. كنت نقول لها السلام عليكم، عجاوبتني بعدا قالت الحمد لله. قلت لها واش هانيه، قالت لي لاباس الحمد لله بنيتي. قلت لها هضرتي مع ولادك فلان 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 كلشي بخير، قالت لي راه كلشي بنتي بخير، بنتي اللي في مراكش باقي ما هضرتش معاها. يا ربي السلامه عرفتي بنات، صافي هزيت تليفوني كنصوني كنصوني على كنصوني على كنصوني على كنصوني على كنصوني على، والله البنات مكتشوفش نيري، انا خفت. صافي ربي السلامة، مراكش مراكش هي البنات اللي كتدق في المغرب كله اخواتي، مراكش هي اللي واكله الدق، يعني لانه ضرب حمزة حنا بني ملال ضرب المغرب كله، ولكن الناس اللي كلاو هكا يعني هكا كانت ضربه ثقيله هي مراكش يعني والنواحي سميتو، ما كتجاوبنيش. والله يا البنات الا عرفتي قلبي كيضرب، قلبي صافي خفت عليها ما نكذبش عليك. ما عليناش، عقب رجعت للوالده ديالي، الوالده ديالي قالت لي اختي، قالت لي احنا جالسين، الوالده ناعسه الفوق في الدار الفوقانيه، واختي كاينه في الدار الوسطانيه مع كل كيتفرج في داك الشيء اللي كيتفرج فيه، جالسه الوالده كتفرج الفوق والوالده اختي كتفرج لتحت. قالت لي اختي كنسمع نتكي هكا على السداري، قالت لي كنحس بالسداري مشاو جابيا. قلت لي تنقول لها ويلي اش هادشي، قالت لي شويه الطبله هذيك لا طابله اللي البنات كتكون هكا ديال الصاله كتمشي وكتجي.
عرفتي تصوري صاحبتي الطبله كتمشي هكا تلقف ديال الحيط وكترجع. قالت لي وانا نجمع الوقفه وطلعت كنجري باش نهبط امي، كتقول لها امي 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 زلزال زلزال زلزال، كتقول لها امي عطيني بني شي جلابيتي. قلت لها الله يا امي انت قلت لها الجلابيه ما تلبسيها حتى لبرا، قلت لها بقات غير في الجلابه دابا ما تلبسيش الجلابه، قلت لها ديري جلابيتك في زيفك وهبطي لاش الجلابه. المهم اخواتي صافي قالت لك هزات الوالده ديالي هب ماشي هزاتها يعني عطاتها جلابيته وجزيفه وهبطوا لتحت صافي. الناس قالت لك قالت لك اختي انا طالعه في الدروج قالت لك كنحس بحال لماش كيديوني وكيجيبوني، يعني الدار مشات وجات، يعني مشات وجات فهمتوا اخواتي. صافي خرجوا عندنا شي جرادي هكا قدام الباب، البنات كاين بزاف ديال الجرادي، الشارع كله الزناقي الزنقه كلها خرجت. عرفتي كاين العيالات دايرين لوف لي فولار الزيوفه الاخوان وخارجين بلا فولار البنات بلا فولار. صافي حتى بنات صافي شويه منين بنادم مشى داك الخوف وسميتو عاد بنادم ولا كيفكر سير جيب ليا فولار سير جيب ليا الجلابه ديالي سير جيب هادي سير جيب هادي سير جيب هادي. قالت لي الوالده بني قالت لي بنيتي حتى الخمسه ديال الصباح عاد اختي مشات طلعت جابت مانطا للوالده ديالي مشات جابت ليها مانطا وصافي وفرشوا الناس كلهم مفرشين لمان جايبين الحصائر جايبين هادي جايبين وناعسين وبقوا حتى الخمسه ديال الصباح وهما في الزنقه يا البنات. بعد الحمد لله الجو زوين ما كاينش البرد ما كايناش الشتاء، يعني انا الويده كتقول لي والحمد لله بنيتي غير منين مشيتي. قالت لي انا كنقول ولو كنبقات بشرى وليداتها كي غندير واش وليداتها غادي يصبروا لي هنايا ينعسوا في الجرده. قلت لها الله يما الله واش كتفكري فيا انا نكون تما ولا ما نكونش انا. بعد الحمد لله غير مني نتوما بعد الحمد لله بخير. عرفتي فقت ساليت مع الوالده كتبت ميساج في يوتيوب درته لان والله العظيم الاخوات لان هكا كتقولي البنات يعني لان المغرب راه المغرب كله البنات وكتبت واحد الميساج يعني قلت لكم اخواتي عافاك شنو واقع وهادي وجاو بزاف ديال جاوني ميساجات وكنشكر اخواتي الجزائريات بزاف المتتبعات اللي رسلوا لي ميساجات ويقول لي تعازينا الحاره اختي بشرى ويعني وكانوا معنا واقفين اقسم بالله العلي العظيم الا وباقي لحد الان كيجوني بزاف ديال الميساجات وسميتو صافي. وعيطت لخويا خويا قال لك انا كنت قدام الباب كيلعب مع بنياتو بنياتو عنده بيكارات وكيلعبوا هكا قدام الباب. قال لي حتى تنحس بالدار واحد العماره قدامه قال لي دارتها قدامي ها قدامي مشات وجات عرفتي. قال صافي عيط لمرته ومرته خرجت بلا فولار بلا حتى حاجه حتى هي خرجت للزنقه عاد مشى. قال لي خويا قال لي حتى الخمسة د الصباح وحنا قال لك مفرشين في الزنقه برا. يعني ماشي غير هادشي العائله ديالي هادشي اللي عاودت لكم على العائله ديالي هادشي وقع للعائلات كلهم في المغرب. وكاين عرفتي واحد السيده حدانا اخواتي اقسم بالله العلي العظيم دابا بديك الفاجعه مسكينه عرفتي قلبها كيضرب 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 تيضرب مسكينه وتتقول لهم راه قلبي غيسكت قلبي غيسكت خايفه خايفه اخواتي. فاش هبطوها هبطوها يعني خرجوها لبرا اليوم صبحات ميته يعني بلا زلزال بلا شي حاجه سكت لها القلب ديالها. اش غنقول لكم والله العظيم وكتشوفي عرفتي صافي وكندخل هكا كنشوف يوتيوب كنشوف تيك توك كنشوف لي فيديوهات اقسم لكم بالله العلي العظيم الا عرفتي شنو راه لا حول ولا قوه الا بالله. الناس مساكن اللي كانوا العصا الناس ديال مراكش والنواحي والله بحال غسلت لي ميساج جاني واحد هاد العشيه دي واحد الاخت قالت لي اختي بشرى راه لا فامي ديالي في مراكش راه بيتين كلهم في الزنقه والله. يعني واحد الفاجعه البنات اللي زعما يعني عدوك عدوك وما تبغيش تشوفيه في هاد المناظر هادو يعني يعني باش كتشوفي عرفتي واحد واحد الفيديو اللي كان قاصح بزاف عرفتي واحد الدار ديال البنات طردكات بحال هكا عرفتي والناس برا هكاك بالدمايات هذوك وزعما واحد المنظر اللي ما بغاش يحيد لي اخواتي من عينيا اقسم بالله. وبالنسبه لطفلتي يعني بقيت عليها ما شديتها البنات اش غنقول لك شي ساعتين وانا كنتصل 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 حتى واحد الوقيته وانا نشدها اين فو شديتها بحال كتقول لي الو عيطت للعدوز تي في التليفون ديال الدار عيطت لها ودايره التا فوت في التليفون ديالي وزاديها قلت لها يعني ما بغيتش انا ماشي من داك النوع تاع انا اللي نصبر وخاصني حتى من بعد نعيط لا سير بلاص عيط لها قلت لها هي بنتك هي راه بنتك راه بنتك ها هي راه مزيان راه كلشي مزيان. وهي تقول لها لا الوالده لا رانا في الجديده انا راه ماشي في مراكش راه مع مشدات ولاد ولادها داتهم واحد السيمانات الجديده انا ما في خباريش والله ودعت معايا عدوزتي واحد الدعوه والله العظيم اخواتي زعما قلت لي بنيتي فرحتيني الله يفرحك لان البنات في هذوك اللحظات يعني تصوري عرفتي شنو كبدتك كبدتك اخواتي ما عرفهاش فينا هي كبدتك ما عرفتيش واش حيه ولا ميته ولا وانا بقيت كنتصل تنتصل عرفتي فرحت فاش قالت لي الو يعني شو البنات
اللي تفوت الراس تجي فاش ما بغات. انا ما كنسولش على الماديات، لان الماديات اش غنقول لك ما كنتمنى حتى شي حد يعني كنتمنى، ولكن الراس تفوت الراس وتجي فاش ما بغات. فهمت الاخوات؟ يعني واحد ما يتضرر ما يموت. ما اش غنقول لكم البنات، والله العظيم الا سميتو انا حطيت واحد الفيديو دابا، لان البنات انا صورت البارح، والله البنات الا حطيته وندمت اقسم لكم بالله العلي العظيم، ديال مع مشيت البارح البنات مشيت الايكو ماركات ومشيت مشيت وبري مارك ماكش معوله كاع اصلا نصور فيها. دخلت غير خاصني شي لعيبات، خاصني بدات توك الصوفيطمات على حساب ولدي، مع ولدي كان كيدير لي كوش وحيدت له لي كوش. فهمتوا؟ يعني دابا دخل المدرسه عنده 3 سنين ومع بقى تيدير لي كوش، حيدت له لي كوش ودابا ومع كنت كندير له ديك الطرطاقات مع لي كوش، دابا ما غيديرش طرطيقات، خاصو صوفيت مات البنات ياك. ومشيت للبريمارك بغيت ناخذ له صوفيت مات ولقيتهم، فهمتوا؟ واختي ولقيت بزاف ديال الهميزات، وانا ما كنتش معوله نصور، لان صورت ايركو ماركت، نعاود نحط لكم البارح ايركو ماركت والصلاه على نبينا بحال ديما. مي اختي فاش لقيت هذوك الهميزات لا حول ولا قوه الا بالله، ما كتحسيش براسك حتى كتبقاي تصوري كتقولي نبارطاجي الهميزات مع الاخوات. صافي صورت هذاك الفيديو وبريمارك ما كيتسناش، لان بريمارك البنات خاصك ضروري تتصوري اليوم، خاصك تحط اليوم، ما يمكنش تسنى حتى الغدا، لان كيكونوا هميزات راه كيطيروا، انت باقا تما كيطيروا الهميزات. حطيت هذاك الفيديو ديال البريمارك البارح، سبقته ديال ايركو ماركت، والله العظيم معوله قلت غنفيق اليوم غنحطو في الصباح هكا باش الاخوات يستافدوا، لان كاينين هميزات واعرين، وخصوصا الزيت رخيص غالي رخيص عندهم وكل شيء. والله من البارح كنقول من الصباح كنقول نحطو ما نحطوش نحطو ما نحطوش نحطو، ما عنديش الغانه لانني باش نحطو شويه وانا نقول ايوا اش يعني تصور واش غادي نمسحو، راه ضربت عليه تماره باش صورتو، راه مشيت عليه تل الغيو لاباب، راه تمحنت بزاف، سيري شدي المترو وهادي والطريق بعيده وصورت جات تاني تمارتي تمشي هكاك هباء منطوره ما جاتش. صافي عقبت قلت اعوذ بالله من الشر الرجيم، والله حطيته وندمت اقسم لكم بالله العلي العظيم، لاني واخا هكاك القلب ديالي البنات راه يعني ماشي غادي نقول لكم هكا، راكم عارفين اخواتي بلادك واش كاين شي حاجه بحال بلادك ووالديك، راه والله. ودابا انا اللي خايفه منه اقسم لكم بالله البنات، خايفه اللي يعاود يضرب. فهمتوا؟ دابا انا ما عرفتش هاد الليله فين غادي نعسو، واش غادي نعسو في الجرده يخرجوا الناس للزناقي، ولا غادي يرجعوا لديورهم غينعسوا في ديورهم، ولا انا قلت للوالده ديالي سيروا عند خويا. فهمتوا؟ لان مازال مع خويا يعني، فهمتوا يعني، وكي حتى هو مع يعني، وقلت له نعسوا في الدار الطبقه الاولى السفليه باش عاد تحسوا بشحال تخرجوا للزنقه. قالت لي معلقه ليا، قلت لها في طروازيام ايطاج، قلت لها الجا ما هبطك حتى لتحت، كتبقاش نعسي ليا الفوق حيت عندها بيتها الفوق. واش غنقول لكم البنات، والله العظيم الا كنتمنوا البنات عافاكم الدعوات ديالكم وطلبوا الله سبحانه وتعالى، والله ربي كبير اختي، رحنا ضعفاء، رحنا ما كنسهو حتى شي حاجه في هاد الدنيا، والله العظيم ما كنسهو حتى شي حاجه، راه في لحظه صاف ما اش غنقول لكم، راه في لحظه راه ما كنسهو حتى شي حاجه، راه الله سبحانه وتعالى راه اش غنقول لك، راه ما عرفتش راه اش غنقول لك، راه في لحظه ما الله يديم خلقو صافي. وبنادم كثر الكذوب كثر الصفوط كثر النفاق كثر بزاف د الحوايج كتشوفي الدنيا خسارت البنات، والله بزاف قليل فاش كتلقاي واحد الانسان بالصفه والنيه، قليل فاش كتلقاي واحد الانسان قلبه ابيض، قليل فاش كتلقاي. ولينا في واحد الزمان اللي راه اش غنقول لك، راه لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا البنات الى هذا الفيديو كنتمنى زعما ما عرفتش لحد الان ما عرفتش غنحطو ولا ما عرفتش نحطو، انا الا كنت غنحطو نحطو لكم دابا ما عرفتش شحال الساعه دابا، شي 8:30 ولا ما عرفتش نحطو لكم دابا البنات، اللي هو غير الدعاء اخواتي. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ما يعاودش يضرب السلسلة، هذا هو من اش خايفه البنات. والله انا هاد الليله ما عرفتش واش غنعس ولا ما عرفتش نعس، تليفوني ما غندير ليه سيلونس، تليفوني غنخليه السونيتي ديالو طالع، وانا ما عرفتش انا ما والله. المهم سمحوا لي اعتذر على هذا الفيديو اخواتي، ولكن ما عرفتش ما عرفت ما نقول لكم، مو بزاف ما عرفتش كنهضر عا كنخرج. وهي هي الدعاء البنات، وكنشكر اي واحد كتب لي ميساج زوين، اي واحد قال لي هضره زوينه، اي واحد يعني كيقول لك تعازينا لاخواتنا المغاربه بزاف، يعني شكرا لكم بزاف، شكرا اخوات على الدعاء ديالكم، شكرا على الميساجات ديالكم، وكنشكركم بزاف، وكنقول لكم تهلاو في راسكم اخواتي، والله يجعل في قضاه اللطف، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ما يعاودش يضرب الزلزال، يا ارحم الرحيم يا رب العالمين، يا ربي يحفظ ولدنا الحبيب،
يا رب يحفظ المسلمين فين ما كانوا يا ارحم الراحمين، مش غير المغرب، الله يحفظ المسلمين فين ما كانوا، بلادنا العرب كلهم اخواتي، تشي حاجه ما تقيسهم حتى شي سوء يا ارحم الراحمين. ما كتبغيش تشوفي واحد البلاد واحد الناس كيتالموا، واحد يعني راه يعني واخا ما يكونوش مغاربه، راه واخا يكونوا يهود، واخا يكونوا نصارى، واخا راه كيشوف واحد الانسان كيبقى فيك، يعني ما كتبغيش تشوفي في هذاك وعسى كيكون دمك ولحمك وبلادك، كتشوفي العافيه كتشعل فيها اعتذر. والبنات الدعاء الدعاء الدعاء، الله يخليكم على فكره البنات، الدعاء. كنبغيكم بزاف، كنقول لكم مع السلامه.